بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. توفي يعني فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي أحد سلاطين دولة التلاوة في مصر والعالم العربي، توفي اليوم ثلاثاء 5 مايو 12 رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين من عباده. الشيخ الطبلاوي اشتهر بالطبلاوي لكن اسمه محمد محمود الطبلاوي، هو ولد في 12 أو 14 نوفمبر سنة 1934 في بلدة أو منطقة ميت عقبة في الجيزة، وإن كان هو من أصل يعني ترجع أصوله إلى المنوفية. الشيخ الطبلاوي الله يرحمه أمه رأت رؤيا إني ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها بجنين، وهي كان في بطن بمولود، وهي كان لسه جنين في بطنها، بمولود سيكون تاليا للقرآن الكريم. وجد الشيخ الطبلاوي بشر أمه بتفسير الرؤيا بإني هترزق بابن هيكون أحد قراء وحفظة القرآن الكريم. وقد كانت الرؤيا، لما أنجبته أرسلت به وأرسل به كذلك والده لحفظ القرآن الكريم، وذهب. وكانت الناس بتدفع للشيخ اللي بيحفظ في هذا التوقيت تعريفة يعني مبلغ قليل جدا، وكان والده يصر أن يدفع قرش، يعني حاجة أكثر من باب إكرام القرآن وتلاوة القرآن. أتم الشيخ محمد محمود الطبلاوي حفظ القرآن سنه دون العاشرة، يعني كان عنده حوالي 9 سنوات. وأول أجر قرأ بقى بعد كده القرآن، وأول أجر يعني أخذه الشيخ الطبلاوي في تلاوة القرآن كان يعني 5 قروش من عمدة قرية كان راح يقرأ في بلد يعني كان عمدتها من الناس المحبين للقرآن، فأعطاه الأجرة 5 قروش في هذه المرحلة. الشيخ طبلاوي من الأصوات المميزة جدا، هتكلم عن صوته دلوقتي، لكن ده بعض الأمور اللي هي كانت لازم نعرفها عنه. بدأ منشد، وسبب أنه بدأ منشد أني يعني مارس الإنشاد فترة طويلة، ولذلك احنا ما نعرفش عنه أنه منشد. يعني اشتهر كل أشرطة التلاوة لكن لم نستمع أو لم يشتهر عنه حكاية الإنشاد، والسبب واحد مسيحي عد عليه يا حزين مالك، قال والله يعني كنت متفق مع الشيخ يعني ينشد، ولكن غلى عليا في السعر فمش قادر. قال له خلاص انا بعمل لك، وعمل 11 شريط انشاد ايضا لم نسمع بها، او سمعنا ربما سمع البعض، لكن يعني لم يشتهر الشيخ الطبلاوي بالانشاد، انما اشتهر بالتلاوه. الشيخ الطبلاوي له مميزات في صوته، اولا يتسم بقوه الصوت، يعني قوة صوت قوي جدا مع الرخامة في الصوت، و يعني صوت رخيم شديد قوي مع عذوبة في التلاوة. وده بالمناسبة يعني بتمتاز بها مدرسة التلاوة القرآنية في مصر، هو نفسه كان بينزعج في الفترة الأخيرة من انتشار كثرة الأشرطة للقراء الخليجيين، طبعا على رأسنا من فوق، لكن هو كان شايف اني الناس ارتبطها بقدسية المكان فارتبطت بالمشايخ، لكن إن قال لا، التلاوة الصحيحة القوية الدقيقة هي في مصر دولة التلاوة. مش عايزين تعصب للدول قد ما هو ان احنا بنتكلم عن الشيخ رحمه الله وربنا يتقبله في الصالحين. الشيخ الطبلاوي ذاع صيته يعني حتى على مستوى القرى والأماكن الشعبية، كانت شرايطه أكثر أشرطة القراء بيعا وتداولا، وأكثر المشايخ اللي بتحاول القراء اللي طالعين جدد تقلدهم في مسألة التلاوة. وكان يلاحظ عليه إن هو من القراء القليلين اللي ما بيحطش إيديه على ودانه لما يقرأ، يعني معظم القراء يحط إيده يعمل زي ما تشوف الشيخ عبد الله بن صمد ويحرك إيديه كتير. الشيخ عبد الله ده طبعا إيديه دايما ملازمة لأذنه ووجهه، و
عدد من القراء الحكاية دي. الشيخ الطبلاوي كان نادرا لما يعني يعمل الحكاية دي، ولما سئل قال ما بيحبش الحكاية دي، وإن مش علامة من علامات يعني مش مطلوبة، ما لا داعي، لأنها بتعمل صدى صوت عند اللي بيقرأ، كان مش محتاج الحكاية دي. دي كانت من مميزات الشيخ الطبلاوي الله يرحمه ويعني يكتبه في الصالحين. الشيخ طبلاوي عمل المصحف مجود ومرتب، والمصحف المرتب ما خدتوش إذاعة القرآن الكريم، هو كان عاتب، وأيضا كان عاتب على أن مصر ما كرمتهوش لحد دلوقتي، العالم كله بيكرمه إلا يعني مصر. سافر طبعا لعدة دول تلاوة وقراءة وتلاوة للقرآن، دول عديدة يعني، وكان صاحب طرفة كشأن كتير من القراء القرآن الكريم. لما الدكتور محمد نور صلى الله عليه وسلم وعد بأن خلال 100 يوم أول 100 يوم في حكمه الناس هتجد تحسنا في الايه في الحكم، فهو كان قابل الدكتور مرسي وحكى هو الحكاية دي، قال وقلت له يا دكتور مرسي 100 يوم ايه اللي تنفع مع الشعب ده؟ ده ولا 100 سنة، انت ليه تعرقل نفسك وتربط نفسك ب100 يوم؟ انت غلطان. فيعني كان ده من باب الطرفة اللي قالها الشيخ الطبلة. طبعا أشيع بعد كده لا ده سيساوي، لا هو يا جماعة خدوا نقطة معينة، القراء والناس المقرئين والحاجات دي غالبا بيشلم توجه سياسي، هو بيبقى يهمه دنيته أموره تمشي، فهو قال النائب السيسي وعمل، لكن يعني نقدرش تقول على توجه رجل لا سيساوي ولا الكلام ده. الناس يعني هو قارئ للقرآن وليس فقيها وليس عالما وليس صاحب موقف مطلوب منه موقف أصلا ولا فتوى، هو صاحب صوت خلاص يعني، ونقطة من أول السطر، هو رجل يقرأ ويتلو القرآن، ولا هو بيفسر ولا هو بيقول فقه، مجرد صوت يطلق، مش مجرد أقصد تحقيرا معاذ الله، لا يعني هو يا جماعة ما نسبش نفسه لأنه خطيب على المنابر ولا فقيه ولا كاتب ولا علامة، هو رجل تالي للقرآن ويقرأ القرآن، ملوش موقف سياسي بيصرح به، شأنه شأن كتير جدا من قراء القرآن الكريم. الشيخ الطبلاوي زي ما قلت ناس كتير بتحب تقلده، بل في كتاب بيحبوا يقلدوه، يعني من أشهر الناس اللي بيحبوا يقلدوا الشيخ الطبلاوي ويقلدوا فعلا الكاتب الصحفي صديقنا المعروف الأستاذ سليم عزوز، بيحب يقلده جدا وبيعرف يقلد صوته بشكل كبير جدا. الشيخ الطبلاوي الله يرحمه امتازت قراءته بانها كانت لما واحنا صغار نسمع التلاوه نلاقي الناس مش قادره تعلي الصوت ولا يقول لك ده الطبلاوي، وكان بعض الناس احيانا بيبقى اسمه محمد محمود ها، فتلاقي الناس تروح مطلقه عليه الطبلاوي تيمونا وتبركا به الشيخ. فكان اساتذه ناس عاديه ها لما يبقى اسمك محمد محمود الطبلاوي، لكثرة واشتهار اسم الشيخ الطبلاوي انه معروف بمحمد محمود الطبلاوي، وده من القلة في عالم القراء والمشايخ ان الاسم يتقال ثلاثي، معظم القراء اسمه صديق المنشار الحصري عبد الباسط عبد الصمد، ودي كان لها قصة يعني ان معظم القراء اسمها ثنائي ما عدا كان احد المشايخ شحات أنور محمد الشحات أنور، فلما اتقال اسمه في الإذاعة أبوه غضب منه، اتقال ثنائي، اتقال اسمه واسم العيلة، فراح للإذاعة قال لهم أنا لن أقرأ إلا لما تقولوا اسمي واسم والدي عشان زعل، فاستثني، فده كان أول اسمه ثلاثي، ثم بعد ذلك يعني اتقال اسم الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وبقية الأسماء بدأت ثلاثي عادي ما بقتش مشكلة، وكان محمد رفعت مصطفى اسماعيل، تلاحظ الاسماء ثنائي، اول اسم كان محمد الشحات انور، ثم بعد ذلك لا اسف مصطفى راغب غلوش، اسف مصطفى راغب غلوش، فتقال مصطفى غلوش، فابو لما زعل بقت مصطفى راغب غلوش او راغب مصطفى غلوش، فبدات عادي يتقال الاسم الثلاثي. الشيخ الطبلاوي بتلاوته ووفاته كرجل بيلقب بسلطان التلاوه بتفقد مصر أحد أهم الأصوات المميزة لها في هذه العقود الأخيرة، وده كان قوة مصر الناعمة، قراء
المفسرين، العلماء، الفقهاء، الخطباء، اللي للأسف اللي بيموت نادر لما بنلاقي أصوات طالعة. يعني بعد الأصوات دي للأسف ما مش لاقيين أصوات بتطلع بنفس الأمر، والمؤثرات الصوتية والآلات مش هي اللي بتشتغل، لا دي كانت ناس بتشتغل بأصوات هي. الشيخ طلاوي كان قارئ صورة في الجامع الأزهر وفي غيره رحمه الله رحمة واسعة. فدي بعض الذكريات التي عن الرجل، ونسمع بعض تلاوة الرجل ثم ندعو له بالرحمة. وقد توفاه الله عز وجل في شهر القرآن وهو قارئ القرآن وسلطان دولة التلاوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أولئك هم
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا الحلاوة دي. صلوا على النبي. الله يزيدك. يا سيدنا الحسين مدد. رضي الله عنه. أيوة حق. لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا صوت من الجنة بس عليك يا عم الحاج محمد ثاني والنبي الله يكرمك لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو القرآن على جبل
لرأيته خاشعا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الرحمن الرحيم. هو